أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. بصوت نادر وبحنجرة تقشعر لها الأبدان وهي تؤدي أذان صلوات الخمس، يكون الأستاذ محمد الشريف الأزعر من بين أبرز أصوات المؤذنين بمسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة، بل ويصنف على أنه من أوائل الأسماء التي خدمت تطوعاً بيوت الله لأكثر من 44 سنة. والقصة هذه يعني كيفها بدأت على الأذان، يعني كنت أبلغ من العمر تحاولي 9 سنوات، يعني في البيت اللي زدت فيه الوالدة عليها حافظها الله ما زالت على قيد الحياة ربي يبارك لنا فيها، جاية خارجة من البيت تاعها سمعت جدي عليه رحمة الله عمار يروي ما نام شافوا الزوج الجدة خضر عليها رحمة الله، أنني شاف قال لها راني شت واحد من ولاد سطوفة، الأب مصطفى عيطولو سطوفة، قال لي شت واحد من ولاد سطوفة يأذن في حضرة الرسول. يعني من كنت أبلغ من 9 سنوات بديت الأذان بعد هذا المنام، 9 سنوات 14 سنة بديت الأذان حوالي 1979. شو يعني لك هذا الحدث؟ والله العظيم فضل من الله سبحانه وتعالى، ولدي دعاء خاص لحنجرتي التي سخرها المولى عز وجل لرفع هذا الأذان وهذا الشعار، شعيرة الأذان في الإسلام. وأولت هذا المنام جاء علماء من الخارج، قلت له هاي كيفاه، قال لي أنت مؤذن بإذن من رسول الله، تأويل تعالى تعالى. وقد سخرت هذه الحنجرة في سبيل الله إلى يومنا هذا، عندي 44 سنة أذان بفضل الله. والفضل ما ننساوش نذكر أصحاب الفضل علينا، عمي بالقاسم هو الشيخ بالقاسم كان مؤذن مسجد القراوي مع الشيخ محمد الشريف بالوزان، نترحم عليه، أرضنا بكل مؤذنين ويكلفنا واحد الظهر الأخر العصر الأخر المغرب الأخر كذا، نروح أنا فرحان للدار نقول لها ماني وليت أنا ندن في الجامع وكذا، شو كفاك وراني بفضل الله من مسجد القراوي الى مسجد الامير لمده من اوائل المؤذنين، من اوائل المؤذنين هنا في المسجد، في مسجد الامير عبد القادر. ولي التاريخ، حنا كنا كندنو في مسجد القراوي برحب الجمال، كان يجي الشيخ وهو صحفي زميلكم القديم الشيخ الداعيه الشيخ عثمان أمقرن، كان لما يجي للمسجد القراوي يقدموا عمي بالقاسم لان له حنجره ذهبيه يأذن، احنا تاثرنا بالاذان تاعو الله يبارك ما شاء الله، كي القراءه كي الاذان كي الخطب تاعو. وكنت كي كنت صغير ثاني كنا نهبطوا احنا قدامنا مسجد الشنتلي في حي باردو، كان الشيخ حسن بن العمري، هذو الثلاث شيوخ، الشيخ ثلاث شيوخ من القدماء وهم تلاميذ جمعيه العلماء المسلمين، كان يأذن الأذان الخاص بقسنطينة ولكن يدن غير في الصبح. اسمه البارز بكل المسابقات والمتقلد للمرتبتين الأولى والثانية، مرده احترافيته العالية في إتقان أداء الأذان 13 صيغة بمختلف مقاماتها. وكما شاركت يعني المسابقات اللي شاركت فيها في قسنطينة بالنسبة للأذان 4 مرات، راني من الأوائل، خرجت الأول الثاني الأول الثاني في الأذان، آخر المسابقة شاركت فيها الأول في الأذان، وأتقن أداء 13 أذان صيغتها أذان 13 صيغة بمختلف المقامات. كنت مؤذنا قبل المجيء إلى مسجد الأمير عبد، مسجد أبي موسى الأشعري بحي الإخوة فراد الزواغي سابقا، صلاة العصر يعني أول أذان تما كان في ذلك المكان هو صلاة العصر،
وكانوا يعرفونني بأنني مؤذن يعني في مساجد أخرى في ولاية في وسط قسنطينة. فطلب مني أن أؤذن صلاة العصر، فكان أول أذان ثم يعني الله أكبر الله أكبر. بعاصمة العلم والفقه والدين تكتنز سيرت أصوات ملائكية تصدح بحناجرها مع كل صلاة وتهلل بالفلاح لعل وعسى نتصعد ونمتثل لندائها في كل حين.